بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أخواني الكرام في هذا الاستعراض الجديد لتطبيق جميل. استعراض اليوم حول طريقة جعل الهاتف ميكروفون خارجي واحترافي مع مكبرة الصوت التي تشتغل بالبلوتوث، بحيث بإمكاننا الاستفادة من الهاتف في إلقاء محاضرات أو قراءة القرآن أو ما شابه ذلك. إذن إخواني الكرام، سوف نستخدم هذين التطبيقان. نقوم أول شيء بفتح نقوم بفتح المكبر. تم الآن فتح المكبر، وسأقوم بفتح التطبيق. واتساب للأعمال. إذن هذا هو التطبيق الأول. بلوتوث لو سبيكر. إذن أول ما نقوم بدخول إليه سيفتح بلوتوث لو سبيكر آليا الإعدادات، ثم يقوم بفتح البلوتوث وال يعني الجملاج مع المكبر. المزيد من الخيارات. إذن المزيد من الخيارات. المزيد من الخيارات. مسافة. أول ما ندخل اسم التير تي 140 ريكور زر غير مفعل نجد زر. إذن بلوميك زر. هذا الزر اسمه بلوميك، بإمكاننا تصنيفه ومثلا سأكتب عليه القائمة العامة إلغاء زر. المزيد من الخيارات. المزيد من إلغاء تعديل إرسال سجلات تعديل زر تعديل تعديل بلوميك بلوميك مربع تعديل ألف بلوميك ألف لام بلوميك ميم بلوميك يا سين بيميك خ ح جيم بيميك ألف لام بيميك ألف ف. إذن جاري تعديل حذف أنتر سطر جديد نو ميم كاف بيميك إلغ حسنا حسنا وألغت حسنا إلغاء زد إلغاء بيميك المسجل. إذن ريكور لينو زد بيميك الآن عندما زد أضغط على كلمة بلوميك المسجل توسيع. الآن أصبح موجود على المكبر. أنا أتكلم الآن في الهاتف. بسم الله الرحمن الرحيم. والصوت يخرج من المكبر الصوت البلوتوث. إذن وهنا بإمكاني التحكم في الوسائط. وهنا اخواني الكرام بامكان اضافه موسيقى، لكن هناك يعني نغمتين فقط، لم اعرف طريقه اضافه الموسيقى. سوف اضغط على هذا الزر. بامكانك يعني التكلم وجعل هذه الموسيقى خلفيه. اذن وهنا بامكاني التسجيل، اضغط على ريكور. بدأ الآن التسجيل. هذا تسجيل. ثم نستمع الآن ريكوردين يس، يعني جاري التسجيل. ثم أضغط عليه مرة أخرى للإيقاف. سوف أضغط الآن على بلوميك حتى لا تحدث عندنا شوشرة في الصوت. قمت الآن بإيقاف التطبيق، والآن سوف أدخل بالضغط على بلاي تشغيل. سوف أسمع ما سجلت. بدأ الآن التسجيل. هذا تسجيل. ثم وبإمكاننا التكلم فوق التسجيل كذلك. أضغط مرة أخرى على بلاي للإيقاف، وسأريكم طريقة التكلم تحت التسجيل. بدأ الآن التسجيل. هذا تسجيل. أضغط على بلوميك مرة أخرى. ثم كما رأينا نضغط هنا لين أو، يعني جاري التسجيل. المسجل زر غير مفعل. كما رأينا أخواني الكرام، هذا التطبيق الأول. نقوم بالخروج منه وأريكم التطبيق الثاني. جوجل يرفيغو اي كيو انستغرام جيزيو لازاريو مابس ميساج ميسنجر ميسنجر مي كوميونيتي ميكروفون برو. هذا هو. اقوم بدخول اليه. ايماج فيو ميكرو ايكون زد
مربع اختيار محدد. إذن يوجد غير محدد. نقوم بتحديد هذا المربع الخيار محدد محدد محدد. أصبح الآن صوتي على مكبر الصوت، وهذا أكثر احترافي من التطبيق الأول، حيث أنه يشتغل في الخلفية. إذن هنا صندوق الخيارات غير محدد. هنا تختار هل هو عن طريق الإيكو يعني الصداء أو اختيارات محدد. تختار واحدة من هذه مثلا اختار أوريجان. وهنا شدة الإيكو سأقوم بإيقاف حتى لا تحدث تضارب. عندما أقوم بإلغاء ذلك الصندوق أقوم بالإيقاف. إذن هنا درجة التحت صندوق غيارات 960. هذه الإخوة المتخصصين في الهندسة الصوتية. هنا يخبرنا أن متصلين بالسبيكر الخارجي. شريط تمرير 8 التشغيل زر. وهنا كذلك بإمكاني التسجيل، سوف أضغط للتسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين. سيف التشغيل زر. هو أضغط على سيف للحفظ. 181 كاب إيماجي فيف ركورد ركورد BTN شار ركورد BTN شار بإمكاني المشاركة BTN ديليت ركورد ديليت للحذف 1457 كاب إيماجي فيف ركورد دي تمبلي ركورد 20 مليون إيماجي فيف ركورد دي تمبلي كون. وهنا 1457 كاب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين. سيف بوتون BTN ركورد بوتون سيف بوتون ميكروفون برو مسافة ميكروفون برو إيماجي فيف ركورد دي تمبلي ركورد 20 مليون دي BTN شار ركورد دا BTN ديليت ركورد دا. مثلا للحذف أضغط على ديليت زيز فيل وي ديليت ديليت زد زيز فيل إز بلين. إذن وهذا التطبيق يفضل يعني يشتغل في الخلفية. لو خرجنا بزر الهوم ونود القيام باستعراض عن طريق هذا المايك يمكننا ذلك. ولإيقافه نقوم بالرجوع خطوة واحدة فقط للخلف. بريسوغ BTN ديليت ركورد دا BTN ديليت ميكروفون برو image view micro icon. إذن notice تأتينا هذه الخيار notice are you sure you want to turn off microphone you can press on button char. إذا أردنا إيقافه نضغط على turn off فيتوقف. cancel. إذن أنا سوف أضغط على cancel لأعود و مربع BTN monimor. إذن عندما أضغط BTN echo صندوق غير صندوق غير connect 3.5 شريط تمرير التشغيل Z BTN open recording زد. مثلا بإمكانك كذلك تصنيف هذه الأزرار بالضغط على Open Recording يعني فتح التسجيلات. أفتح القائمة العامة باستخدام الكومنتري. إرسال أكسجين إضافة تصنيف إلغاء إضافة تصنيف. ويوجد إضافة تصنيف للزر يعني ليس التعديل. بإمكاني كتابة فتح قائمة التسجيلات وبإمكاننا يعني تعريب هذا التطبيق. مربع اختيار غير محدد. أرجو أن يعجبكم التطبيق، فهذا يساعدكم مثلا في قراءة القرآن أو إلقاء محاضرات أو شيء. حقيقة فكرة التطبيق أخبرني بها الشيخ خالد عادل جزاه الله كل خير، فأرجو ألا تنسوه من صالح دعائكم. أرجو أن يعجبكم التطبيق وأرجو ألا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Durée, 8, arrêtez, bouton.